وافق مجلس النواب على قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبيعتبر من أهم القوانين اللي بتشجع الشباب إنهم يتجهوا للعمل الحر والخوض بهذا القطاع، لأنه بيضمن مواد عديدة بتساهم بشكل كبير في تنوع الأنشطة الاقتصادية. تفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف دكتورة نائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني بداية نحب نعرف من حضرتك المقصود بالمشروعات الصغيرة وأيضا المقصود بالمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة. الحقيقة زي ما حضرتك كده ذكرتي، هو القانون يعني وضح بشكل كبير جدا ايه هي المشروعات الصغيرة وايه هي مشروعات متناهية الصغر والمتوسطة أيضا. القانون خرج الحمد لله، كنا بنقول يا رب يخرج سريعا، وكنا بنأمل إن شاء الله إن هو يتم تطبيق عليه وجود اللائحة التنفيذية الخاصة بيه عن قريب إن شاء الله، ليكون داعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. هو يعني المشروعات الصغيرة هو كل ما هو فوق 50 تحت 50 مليون جنيه حجم تداول أموال، وده على فكرة كان تعريفات البنك المركزي اللي خرجت مع مبادرة البنك المركزي 200 مليار الإتاحة 5%، وطبعا كلنا شايفينها وعارفينها ومعظم الناس يمكن استفادت بيها في مصر في المرحلة السابقة. حجم تداول الأموال ده يعني حجم تداول الأموال من جنيه لغاية مليون جنيه، دي مشروعات متناهية الصغر، ثم من مليون جنيه لعشرة مليون جنيه، ودي المشروعات الصغيرة. وفي الحقيقة التعريفات دي كانت مهمة جدا عشان نقدر نتيح للشباب يعني ايه مشروعات صغيرة، ويعني ايه تقدر تستفاد من الحوافز الكاملة لهذه المشروعات. القانون كمان في الحقيقة عطانا يعني كان شامل وعام بشكل كبير. يمكن أنا من الناس اللي كنت بقدمها أحد مشاريع القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر من تاني دور تشريعي مباشرة، لأني معنية بالملف ده وشايفة قد إيه الشباب بيعانوا في إن هم يقدروا يعملوا مشروع، أو حتى الاقتصاد الغير رسمي اللي كان عندنا مشكلة كبيرة جدا فيه في مصر وما زال حتى الآن. لكن في الحقيقة القانون اللي قدمته الحكومة كان شامل وعام بشكل كبير جدا، وواضع لكل العراقيل اللي كانت بتقابل أي شاب يقدر يقوم بمشروع صغير. فالجزء الأول من القانون كان عبارة عن التعريفات زي ما قلت لحضرتك كده، ثم تاني الجزء الثاني هو كان تيسير إتاحة التمويل. ازاي نقدر الشباب يقدروا ان هم يتوح لهم التمويل؟ اذا كان انا عندي فكره، اذا كان انا عندي ابتكار لرياده اعمال، ان انا عايز ابتكر حاجه جديده، لو عندي فكره مشروع وعندي خبره في اداره هذا المشروع لاني كنت بشتغل مع حد تاني وعايز ابدا بقى، ما عنديش راس المال اللي اقدر اخد بيه او الضمانات الكافيه اللي انا اقدر بيها اخد التمويل ده عشان ابدا مشروعي انا منفرد لوحدي. ففي الحقيقه لا، القانون عطانا تيسيرات كثيره جدا وباب مختص لتيسير اتاحه التمويل للشباب وبعض الاعفاءات القويه جدا في هذا الباب. والجزء الأهم من ده إنه عطى مجموعة كبيرة جدا باب مختص للحوافز المختلفة لبداية المشروع، وإعطاء دفعة قوية جدا للشباب عشان يكون في عندنا حوافز غير ضريبية. بالظبط، كان سؤالي لحضرتك نتكلم عن الحوافز الضريبية وغير الضريبية الموجودة في هذا القانون. في الحقيقه يعني انا سبقتك بخطوه ولا ايه؟ لا اتفضلي، انا بس بنتكلم بشكل تفصيلي عشان المشاهد يقدر يفهمنا كويس. اتفضلي. الحوافز الغير ضريبيه للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في الحقيقه متعدده بشكل كبير جدا. يعني لما بنيجي نقول مثلا الشباب لو هو عايز ارض، فبتبقى صعب جدا عليه ان هو يبقى عايز ارض عشان يعمل عليه مصنع صغير،
بيبقى صعب لان هيحط كل فلوسه في الارض دي. صحيح. الحوافز الغير ضريبيه هي بتحمل الدوله، بيبقى المجلس اداره جهاز تنميه المشروعات الصغيره ان هو يعطي المحددات، منها ان هو يقسط المرافق، منها ان هو يدي قيمه الارض اساسا باجر رمزي، منها الاعفاء الكامل للضمانات اللازمه على الاراضي. يعني مثلا قانون بيدينا هيئه التنميه الصناعيه بيدينا بعض الالتزامات للشباب الحاصلين على الاراضي، فالمجلس الاداره هنا في القانون اعطاله حق ان هو يعفي الشباب من ثمن الاراضي خالص، او ان هو يعطي بعض الحوافز الاساسيه زي مثلا ان هو يدي جزء ويقسط الباقي، ان هو يرد له اساسا ثمن المرافق اللي بيوصلها. الحوافز في الحقيقه كمان كانت بتتضمن الجزء بتاع تدريب العماله، يعني احنا لو عندنا مجموعه مشاريع متناهيه الصغر وجنب بعضها وبتنتج منتج معين وعايزين نجود من هذا الانتاج ويكون الكواليتي بتاعتها بشكل عالي عشان نقدر نفتح لها ابواب للتصدير، واحنا شايفين كلنا في مصر ان احنا بنتمنى ان نكون نحن البوابه التصدير الخاصه بافريقيا ككل كقاره ناميه ونهيضه في المرحله اللي جايه. صحيح. ففي الحقيقه ده برضو عطى لمجلس الاداره ان هو يدي تدريب للعماله بشكل غير مباشر وما يبقاش فيها رسوم نقديه واعفائهم من كل التكلفه بتاعه العماله. حلو جدا. دي حوافز غير اللي هي الغير ضريبيه للمشروعات المتناهيه الصغيره والصغيره. في عندنا بقى حوافز ضريبيه، والحوافز الضريبيه هنا هي خاصه بالاعفاءات الضريبيه من الدمغه، رسوم الدمغه، من رسوم التوثيق في الشهر العقاري، من ضريبه جمركيه مخفضه قدر ان هو يطرحها للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر ب 2% فقط من القيمه. اعفاء الارباح الراسماليه، لو انا عندي مثلا مكنه وعايز ابيعها فالاعفاء على بيع المكنه دي الارباح بتاعتها الاصول دي معفاه من كل الضرايب الخاصه بالارباح الراسماليه. في عندنا كمان جزء كبير وجديد في مصر، على مصر بشكل كبير، ودي يمكن تجربه رائده في الدول اللي قدرت تدعم المشروعات الصغيره وتكون قاطره التنميه الاقتصاديه بالنسبه لها في دول كثيره من حوالينا، هي حوافز للشركات الداعمه للمشروعات الصغيره ورياده الاعمال. يعني اصبح لدينا الان شركه قد يتم انشائها بشكل خاص، فهذه الشركه تقود مجموعة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة. ففي الحقيقة دي لأول مرة بتحصل زي الصين كده، يعني مثلا الصين كانت بتنتج بيبقى عندها هذه الشركات وبيبقى تحت مظلة هذه الشركة مجموعة كبيرة جدا بتنتج منتج واحد، فبالتالي بيبقى في مشروعات تكاملية ما بين المشروعات، وفي النهاية هذه الشركة بتسوق لمنتج واحد فقط يتم انتاجه من خلال مشروعات متناهيه الصغر. عندنا في الحقيقه فكر مختلف تماما في هذا القانون لاداره استراتيجيه كامله للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، بنامل ان هي تكون فعلا قاطره التنميه الحقيقيه وداعم للشباب للتحول لمنظومه جديده للدوله، وهي الدعم الاقتصادي وقاطره الاقتصاد الحقيقيه لمصر في هذه المرحله وهي المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. يعني نقول للشباب يا دكتور مالكمش حجه، اي فكره عندكم تقدروا تنفذوها بكل الوسائل وكل الطرق اللي فيها تسهيلات كبيره جدا. يعني طيب في الحقيقة أنت عندك حق، يعني هو لازم هذا القانون عند صدوره والتطبيق عليه إن شاء الله وخروج اللائحة التنفيذية إن شاء الله، يعني نتمنى إن هو يبقى دافع قوي لمجموعة كبيرة جدا من الشباب اللي كانت بتأمل في تسهيل كمان الإجراءات. على فكرة كمان يمكن اسمحي لي أضيف لحضرتك حاجة دكتور. إن إحنا عندنا باب كامل في هذا القانون أيضا اللي هو الجزء الرابع من القانون، هو تيسير إجراءات بدء التعامل مشروعات صغيرة. يعني خلاص أنت مش هتروح تطلع تراخيص من أي مكان،
وتفضل تعمل في 8 إجراءات مختلفة في 8 دورات مختلفة. في الحقيقة لا، جهاز تنمية المشروعات بقى دلوقتي هو المعني باستخراج الترخيص خلال 48 ساعة لأي مشروع صغير ومتناهي الصغر، ودي كانت خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن يهمنا مش هو يعني عشان الشباب برضو ما يفهموناش واحنا بنتكلم، مش هو ده نظام الشباك الواحد اللي موجود في جهاز تنمية المشروعات، لا مش هو خالص على فكرة. هو جهاز الشباك الواحد بيخلص لك بعض الإجراءات وبيلتزم هو انتهاء الإجراءات من الوزارات الأخرى، أو قد يستدعي أن أنت تزور أحد الوزارات عشان استخراج، لكن هنا أنت بتقدم كل الأوراق بتاعتك خلال 48 ساعة بتحصل على الترخيص، وبالتالي أنت معاك رخصة مؤقتة لحين استخراج، فتبدأ تشتغل من نفس اليوم لحين استخراج باقي الأوراق من نفس المكان. فدي خطوة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا في مناقشة القانون في الحقيقة. صحيح. المهم برضو كمان أن بقى عندنا حاجة مختلفة تماما، وعي مهم جدا، ان زي ما حضرتك شايفه كنا بنشتغل في مصر كل الوزارات والهيئات والجهات المعنيه كانت بتشتغل في تنسيق في المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، يعني كان عندنا مثلا وزاره الاستثمار كانت تشتغل وقت ما كانت موجوده، يعني كانت بتشتغل في برنامج لرياده الاعمال، كان عندنا وزاره التنميه المحليه ما زالت تعمل في برنامج خاص بالمشروعات الصغيره، وهو اعتقد مش متذكره الاسم في الحقيقه، لكن بتشتغل في دعم وتمويل المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. عندنا طبعا الجهاز بيشتغل، عندنا يمكن معظم الوزارات، وزاره الزراعه، عندنا كل الوزارات والهيئات بتشتغل، لكن كل منهم بيشتغل بفكر مختلف برؤيه مختلفه. ففي النهاية ما عندكيش مسؤول كامل عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقدري تقولي حضرتك أنا أحاسبه هو عمل إيه السنة دي؟ إيه الإنجاز؟ إيه الجديد؟ شغل لي أعمال قد إيه؟ قلل البطالة بنسبة قد إيه؟ فتقدري إن حضرتك تشتغلي، لكن إحنا عملنا في القانون ده تنظيم عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز هنا بقى هو المسؤول عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وأعدنا هيكلة الجهاز مرة أخرى وتنظيم عمله ورؤيته. في الحقيقة هنا مهم جدا إن احنا نقول إن يجب وضع استراتيجية واضحة وكمان خطة تنفيذية بوقت الزمني تقول احنا هنعمل ايه في هذا الملف من خلال جهاز تنمية المشروعات، وان تعمل كل الوزارات المعنية، يعني لا مانع ان تعمل وزارة الزراعة في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وتدعم ده، لكن باستراتيجية يتم وضعها من خلال ويكون مسؤول عنها مع وزارة الزراعة هو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. أن تكون تعمل وزارة التنمية المحلية في مشروعك مثلا، اللي هو الفكرة مشروعك ده، البرنامج اللي عندهم الخاص بالمشروعات الصغيرة، فتكون أيضا هي من وضعت الاستراتيجية هو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وتكون هو من يضع الدعم الكامل لهذا المشروع. يبقى احنا بنقول ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في القانون ده بيتيح الفرص لكل الجهات اهو، كل الجهات تشتغل، ولكن المسؤول في النهاية لا يجب ان يكون لدينا في مصر مسؤول عن هذا الملف. صحيح. يتم وضع من خلاله استراتيجية، وهذه الاستراتيجية يتم تحويلها أيضا إلى خطة تنفيذية حقيقية، نقدر نقول إن احنا دعمنا شبابنا بكذا، عملنا في القطاع ده وزودنا القطاع الإنتاجي، نقصنا كمية الواردات اللي موجودة من الخارج، احنا بنستورد كل حاجة، احنا بنستورد حاجات كتيرة، 99% بنستورده من الخارج، ورغم إن احنا عندنا موارد طبيعية موجودة ممكن استغلالها، وعندنا أيضا موارد بشرية وقوة بشرية كبيرة جدا. صحيح. في الحقيقة حتى الآن لم يتم استغلالها على الشكل الأمثل والمناسب لنا. نتمنى
نتمنى يا رب. استغلالها، ونتمنى يعني احنا بنتيح الفرصة للشباب زي ما قلت لحضرتك، يعني ما بقاش في حجة، وان شاء الله يعني نشوف الطاقات البشرية والشبابية اللي موجودة في مصر. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتورة النائبة هالة أبو سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة.